المحاضرة الأولى أو الأسبوع الأولاني هنتكلم بسرعة عن History of Aerospace Engineering. وكان في واحد من زمايلكم علق على الجروب بيقول واحنا نقعد بقى نتعلم تاريخ ونقعد نحفظ وكلام من ده، ميبي لان انا بحب ان انا اعذب الطلبة زي اي دكتور تاني قابلتوه، لكن في بحاول احط على كل توبيك مجموعة من الاسئلة هتلاقوها على الصفحة questions you should be able to answer. لو انت لقيت نفسك الاسئلة دي اجاباتها معروفة بالنسبة لك، that's it done. اوكي، فيش حاجات tricky، وده انا بقول لك دلوقتي to trick you. اوكي، I love tricking my students, I love torturing my students, so let's have fun. عشان ما حدش يقول لي بعد كده ايه حاجة اقول لك انا مش قلت لك من الاول ان انا هعذبك. طبعا this is the best history of aerospace engineering. ايوه خلاص. طبعا انا نفسي اعمل طيارات زي دي على فكره، بس للاسف هتبقى كبيره شويه عشان اعرف انا اخش فيها. او دي نايس. ها ما كملوش 300 بقى، كانت A3 بس كفايه عشان الطياره دي من الحرب العالميه الاولى، مش هي دي اللي كانت بتطير؟ فين الركاب؟ اما يعني هي طياره حربيه اساسا. ولو مضايقاك وصغيره قوي نجيب لك واحده من دول. الطياره دي بتاكل ماكدونالدز كتير. يعني anyway let's start at the beginning. بغيشيت دي كلمه عبري اعرفوا معناها. اوكي، زمان اجدادنا واجداد اجداد 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 اجدادنا بيتفرجوا على الطيور كده بيقولوا يا سلام لو يطلع لي ريش واقدر اطير زي العصافير، بيغنوا كده وتبقى ايه من الحاجات الاحلام الجميله. يقال ان في واحد اسمه عباس بن فرناس، وان كنت ما عنديش اي ريفرنس هيستوريكال يعني عن الشخصية دي، فمش عارف ايش بتاعها حقيقية ولا غير حقيقية يعني. المهم دوزن ماتر كتير، لانه في الغالب فعلا لو عمل كده وركب ريش وحاول يطير يبقى وقع مات. اوكي، ليه ام شور؟ لان يو كانوت فلاي ذس واي. خلاص، اتليست لغاية اللي احنا نعرفه النهار برضه، عشان ايه وما اوتيته من العلم الا قليلا. ممكن سام تايم ليتر حد يقدر يصمم لنا جناح يشيل الكابتن ده ويطير بيه زي بتاع باتمان كده. في الايه؟ بس مش هيقدر يطلع من على الارض. مش كده؟ هو محتاج ينزل من فوق. جايدنج يعني. لكن ما يقدرش يعمل بروبيلنج. هنا كان بيحاول يعمل بروبيلنج. خلوا بالكم بقى من الكلمات اللي بنستخدمها. اوكي، كان عايز يرفرف ويطلع، بس للاسف ما اعتقدش ان ربنا وفقه. ولو ربنا وفقه يبقى لم توثق جيدا. اتفضل. اللي عنده انفورميشن عن الشخصيه الحقيقيه اوكي يا ريت بوست على ويكي سبيسز which is very good ويكي كورسز، لان on a wiki you can post you can edit you can change whatever you want. خلاص، وانا ديمقراطي في كل حاجه، انت من حقك تقول اللي انت عاوزه وانا اعمل اللي انا عاوزه. بس يور فيري ماتش ويلكم لو عندك انفورميشن فاين فاين. هاويفر، اول تصميم لطائره او شبه طائره يرجع الى السيد ليوناردو اللي من فينشي. وكان ليوناردو من فينشي، ليوناردو دافينشي بلد اسمها فينشي. اوكي، ليوناردو دافينشي كان رسام، بس واضح ان هو كان لاسع شويه فكان ينفع يشتغل معانا يعني. الراجل ده من لسعانه ابتدى يصمم حاجات which turned out to be nice. اوكي، not good in the sense انها تشتغل، لكن good
in saying that we can do something different. فعمل حاجة اسمها الأورنيثوبتر أو الديزاين ده الأورنيثوبتر المفروض واحد هيقعد يعمل يقعد يشد حاجة كده بإيده ورجله ويقعد يتحرك كما لو كان بيعمل عملية تجديف أوكي والتجديف ده يحرك الجناح ده يخليه رفرف وبالتالي يقدر يطير بيه. However, again, we can prove that he cannot do this. خلاص؟ ده مش معناه إنه هو رجل غبي ولا وحش ولا 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 لا. He probably was brilliant. But this idea lacks a lot of knowledge علشان تطير فعلا. في ناس حاولت تعمل الكلام ده ولغاية النهاردة في ناس بتحاول. إذا نجحوا يبقى we need to do some recalculations. Otherwise, our calculation says that the power to weight ratio بتاعت البني آدم is very low. الباور اللي تقدر تطلعها انت من جسمك مقسومة على وزنك قليلة جدا. فلو حاولت ترفرف بيها probably مش هتقدر. خلاص؟ الرفرفة محتاجة شوية حاجات تانية ربنا اداها للطيور ما ادهلناش. خلاص؟ ده مش معناه انك absolutely ما تقدرش تطير بالمان باور. لا you can وفي proof of that. بس قبل proof ده احب اوريكم هنا صورة لطيارة اسمها الصافات أورنيثوبتر عملها واحد كان من يعني مش عايز اقول تلامذتي لان انا شخصيا اتعلمت منه كتير اسمه مصطفى مجدي. الطيارة دي صغيرة وعملها من كام سنة. في ناس كتير عملت بعديه بس هو الولد ده الحقيقة عجبني ان هو اساسا ما كانش بيدرس Aerospace Engineering ولا حاجة ولا كان من جامعة القاهرة اساسا كان من الأميرية كلية هندسة جامعة حلوان اعتقد في الأميرية وكان بيدرس energy خلاص بس he put his mind in getting it to fly. وانا حطيت لكم لينك على فكرة على صفحة الانترودكشن للفيديو بتاع الطيارة بتاعته هو بيطير. الطيارة دي خدت معاه سنين ويعني جابني وانا برا مصر اتصل بيا وعايز اتعلم وعايز اعمل ودخلنا مع بعض في كذا سايكل وعمل شغل انا شخصيا بقول ان هو شغل جميل. هذه البروف ان you can fly by your own power بس مش flapping. اوكي طيارة اسمها الجسامر كوندور. الجسامر كوندور دي اتعمل سنة 1977 والطيارة خفيفة جدا واللي قاعد جوه ده واحد من ابطال سباقات العجل. خلاص ف you need an athlete عشان يطير الطيارة دي بالعافية across the English Channel من انجلترا لفرنسا. خلاص وطار على وش المايه وطارانه على وش المايه ده بيستغل حاجه اسمها جراوند افكت هنتعرف عليها بعدين. المهم انها بتساعد في رفع الطياره. خلاص at the end of the day it's not impossible لكن needs a lot of efficiency. محتاجه طياره لها مواصفات ممتازه يعني مش متوفره في اغلب الاوقات. وبرده في الاخر ارجع اقول لك مهما كنت جامد هتفضل تبدل لغاية امتى؟ تمام؟ طيب